مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره 0.13 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 777,637 سهما بقيمة إجمالية قدرها 117,180 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 37% من القيمة الإجمالية للأسهم.